السلام عليكم الرباطي، مستعدين لفيديو جديد ودرس جديد. نبداو على بركة الله. إذا هذا كتاب Gateway to English بالنسبة لأولى بكالوريا، وهذا عنده علاقة بالرايتينغ سكيلز، أوكي، مهارات ديال الكتابة، يعني التعبير الكتابي أو الإنشاء كما كنقولوا. إذا عندنا هاد الرموز هادو، فهما تقريبا شفناهم في حياتنا كاملين ملي كنبداو القراية وحنا كنشوفوا هاد الرموز هادو. دابا غادي نعرفوا الاسماء ديالهم بالانجليزيه وفوقاش كنستعملهم كذلك. اوكي، اذا نخلص صفحه 18 ونبداو على بركه الله. نو punctuation and capitalization. A match the punctuation marks with their appropriate names. اذا هاد البانكتويشن خصنا نعطيوهم اسماء ديال كل وحده فيهم. اذا اول رمز عندنا هو الابوستروفي، هذه كتقرا ابوستروفي ابوستروفي، هذه ماشي فصيله، اما الابوستروف. This one هذه يعني النقطة، فهي full stop period or dot. Number three is a question mark. Question mark علامة استفهام، علامة تعجب. Number four, this is exclamation mark. Exclamation mark. This one, this is a comma. 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 ماشي كوما. Comma. This one. هادو كيتسمو colon. colon هاد جوج نقاط. colon. this one is semicolon. semicolon. semicolon كنقصو بحال النصف. semicolon. and the last one، اخر وحدة هما المعقوفتين، inverted comma or quotes، كنسميوهم quotation marks. quotation marks. اذا هذا هو الاجوبة ديال كل واحد. دابا ندوزو فوقاش كنستعملو كل وحدة. نو الابوستروف فوقاش كنستعملوها؟ ملي كنبغيو نختصروا الشيء، بحالاش بحال ملي كنقولوا يو ار، ملي كنختصروها كنديروا يور، فكنحيدوا داك ا وكنديروا ابوستروف فوقها. نتاكد انكم عارفين هذه بلا ما نكتبها. فول ستوب، هنا ملي كنساليو الفكره ديالنا كنديروا نقطه، علامة استفهام في السؤال، علامة تعجب ملي كنتعجبوا من شي حاجه. كما ملي كتكون فكره كنديروا فاصله وكنزيدوا نكملوا. ذيس وان الكولون، هنا ملي كنبغيو نعطيو تعريف، تعريف لشي كلمه، فكنديروا جوج نقاط. سومي كارن، هنا ملي كنبغيو نعطيو مثال، يعني كنكتبوا شي فكره وكنديروا داك سومي كارن وكنزيدوا نشرحوا داك الفكره ديالنا، فهذه كتسمى سومي كارن، وهذا هو الاستعمال ديالها. وبالنسبه للكوتويشن ماركس، هنا ملي كناخذوا شي فكره ولا شي مقوله من شي كتاب ولا من شي فيلسوف ولا شي واحد قال شي حاجه، فكنديروها ما بين جوج ديال المعقوفتين. اوكي اوكي. بي، now read the grammar summary then rewrite the following sentences with the correct capitalization. اذا شنو هنا غديروا؟ عطيكم شي جرامر تقراوه ومن بعد عاد باش تعرفوا فوقاش غادي يمكن لكم ديروا الحروف الكبيره. capital letters هما الحروف الكبيره، ماجيسكيل. فوقاش كنديروا ماجيسكيل في لونغلي؟ اوكي، كمثال ابسط حاجه هو التاريخ اللي كتكتب لكم الاستاذه في السبوره. فشنو كتكتب؟ كتكتب اليوم ديما الحرف الاول كبير، فالايام ما كنكتبوهم صغار، ديما كنكتبوا الحرف الاول ديال الايام كبير. كذلك الاشهر، يعني هذا اكتوبر، فديما داك او خصها تكون كبيره، ماشي بحال الفرنسي يعني بعض المرات كيكونوا هكا حروف صغار. لا، لونجلي ديما الحرف الاول كبير. اوكي، نو عندنا هنا هاري بوتر. هاري بوتر شنو هي؟ هو فيلم، ولكن هي راه اسم ديال شخص. هاري سميتو وبوتر هي كنيتو، فالاسم والنسب هادو ديما كنكتبوهم ماجيسكيل ديما، يعني غنديرو اش كبيره بي كبيره. هاري بوتر. نمبر 2، عربي فرنش انجلش. هادو شنو هما؟ هادو مواد. اوكي، ولا لغات، حتى هما لغات. اوكي، فاللغات ديما كنكتبوهم ماجيسكيل. عربي ا كبيره، فرنش اف كبيره، انجلش اه كبيره ديما، فهكا راه غلط، يعني خصنا نكتبوهم ماجيسكيل. 3، مروكو مروكن، فرنس فرنش. بالنسبه لثلاثه الدول والجنسيات، كذلك ديما ماجيسكيل، يعني ام مروكو كبيره، ام كبيره، اف اف كذلك كبيره. فين كاين هاد القواعد هادو؟ كاينين في صفحه 22، كاينين لتحت. الى خديتو صفحه 22 راه كاينين لتحت هما هادو. 4، رمضان هالوين. هادو شنو هما؟ رمضان وهالوين هو عيد المسيحيين ولا القديسين وما عرفتش كيقولوا، فهادو اعياد، ديما الاعياد كذلك كنكتبوهم ماجيسكيل. رمضان هالوين. 5،
جانوري فيبروري كما قلت لكم الاشهر كنكتبهم كذلك ماجيسكيل الايام كذلك هي مانداي تيوزدي خصهم يتكتبوا كبار 7 وايرلس كوميونيكيشن هنا الا كان هذا عنوان الا كان عنوان فغنكتبوهم بجوجهم ماجيسكيل دبليو في او سي غنكتبوهم ماجيسكيل ولكن الا كانت في شي جمله فغنديرو غير دبليو في بوحدها هي اللي كبيره 8 مارس اند فينوس مارس راه ماشي شهر مارس حيت مارس بالانجلي راه هي مارتش فهذا مارس يعني كوكب مارس اند فينوس فالكواكب كذلك كنكتبوهم ماجيسكيل 9 ماريا از ستودنت ان ذيس هاي سكول فهذه جمله هذه فهذه الجمله ديما كناخذوا غير الحرف الاول كنكتبوه ماجيسكيل باقي كلشي كيبقى مينيسكيل كيبقى صغير 10 I read an interesting article yesterday هنا هاد اي ديما كتكون كبيره سواء كانت هنا في الاول كانت في الوسط كانت في الاخر فين ما كانت اي ديما كنكتبوها ماجيسكيل 11 This is a very nice city كذلك هذه غنديروا غير تي هي اللي ماجيسكيل حيت هذه جمله ما فيها حتى شي حاجه ما فيها لا اسم لا مدينه لا دوله لا حتى شي حاجه 12 بيج بن هنا بالنسبه للمعالم التاريخيه ديما كنديروا ماجيسكيل يعني غنديروا بيج كبيره وبن كذلك كبيره اوكي معالم المآتير اي حاجه هادو كيكونوا ماجيسكيل ندوزو لاخر تمرين اللي هو عباره عن ايميل وفيه بزاف ديال الاخطاء وانتم خصكم تصحوهم اذا هذا هو الايميل اللي قلت لكم هذه صفحه 19 ونبداو على بركه الله نو سي هيرين روت اي مين ذا فلوين ليتر بات شي ديدن تيك كير اوف ذا بانكتويشن كابيتاليزيشن رايت او ري رايت ذا ايميل اند انكلود ذا كوريكت بانكتويشن اند يعني هنا شنو كملنا كما قلت لكم يعني هي كتبت له ايميل ولكن بشكل خاطئ ما احترمتش داك البانكتويشن والكابيتال ليترز اوكي فاحنا خصنا نصحوهم اذا كما قلت لكم ديما ملي كيكون بدايه ديال الكلمه خصنا نديرو ماجيسكيل امين كذلك هذا سميه فخصنا نديرو ا ماجيسكيل اذا تبع معايا بلا ما نكتبهم انا حيت هادشي كثير فدي غتكون كبيره ا آه كذلك غتكون كبيره ثانكس تي خصها تكون كبيره حيت بدايه ديال الجمله اذا هنا فين سالت الفكره خصنا نديرو فول ستوب فملي كتسالي الفكره خصنا نديرو فول ستوب ملي درنا هنا نقطه اي كلمه اي حرف جا في الاول خصو يكون كبير كما كان اوكي سو حتى هنا كذلك ها هي دي فول ستوب سالت الفكره اي خصها تكون ماجيسكيل انجلش خصها تكون ماجيسكيل انجلش مره اخرى و فول ستوب نقطه يور خصها تكون ماجيسكيل إيكغيك أيا ماشي كتكتب خصها نديرو أي كبيرة ونديرو أبوستروف حيت هي مختصرة مروكو المغرب حيت دولة ونديرو فول ستوب دبل في خصها تكون كبيرة عندنا هنا الأيام ساندي خصها تكون كبيرة اوكي بي ام خصها تكون كتفرق نقطه نقطه يعني ماشي نهايه الجمله وانما هاد بي ام خصها تكون هكا بي نقطه ام نقطه وعلامه استفهام حيت هذا سؤال باي بي خصها تكون ماجيسكيل هنا خصنا نديرو اكسكلاميشن مارك ا خصها تكون ماجيسكيل حيت جايه في البدايه هنا كنديرو فاصله وهيلين سميه نقطه اوكي اذا هذه هو النهايه ديال الدرس كنتمنى تكونوا فهمتوا مزيان ما تنساوش البارطاج ديال لاشين او سي يو